إرادس بالكزبرة والثوم، تكفي 6 أشخاص. المقادير: 900 غرام إرادس مغسول جيدا ومنزوع العرق الخلفي منه، زيت زيتون بكر ممتاز حسب الرغبة، 4 فصوص ثوم مقطعة إلى شرائح، ملعقة طعام رقائق الفلفل الحمراء الحارة اليابسة، باقة كزبرة طازجة مفرومة ناعمة، ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: ننثر الملح على حبات الإرادس ونضعها جانبا. نسخن 5 ملاعق طعام زيت زيتون في مقلة ونضيف إليه رقائق الفلفل الحارة والثوم ونتركه لدقيقة حتى يكتسب الزيت النكهة. نضيف الإرادس ونطهو لدقيقة أو 2 حتى يأخذ الإرادس لونا ورديا. نضيف الكزبرة مع التحريك ونضيف زيت الزيتون عند التقديم حسب الرغبة.